مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير حلا جدا سهلة وسريعة لرمضان، بتتحضر باقل من 10 دقائق. عنا لتر حليب، 150 ميلي كريمة سائلة، 3 معالق طعام مليانين نشا، و3 معالق طعام سكر، و3 حبات هيل. بنحط المقادير مع بعض، السكر والنشا والهيل. بسم الله، تحركون مع بعض. هلا بحطهم على الغاز وبحركهم تحريك مستمر. الهيل بيعطي كتير كتير نكهة طيبة بالهيدي الحلو. بسخن الحليب بهيدا الشكل قبل ما يشتد، وهلا بحط فوقهم الكريمة. بسم الله، هلا بحرك تحريك مستمر ليشتد المزيج. بس اشتدوا بهيدا الشكل هلا بحطهم بكاسات. اخذنا النكهة من الهيل، ما عادش بحاجة لإله. فينا نحط هيل بودرة، بس الهيل البودرة ما بيطعم مثل هيدا الهيل. هلا بنحط بكاسات. بسم الله، حلو كتير سهلة وسريعة، تتحضر مثل ما قلت لكم بحوالي 10 دقايق. بس عبيهم كلهم، بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة، وبرجع بحطهم بالبراد أقل شي ساعتين، برجع بشوفكم. هيدا الحلو اللي عملتها أنا وياكم بعد ما حطيتها بالبراد. هلأ عنا فستق حلبي بدنا نزينها، نحط على الوجبة هيدا الشكل. بسم الله، حلو كتير سهلة وسريعة وما بتاخد وقت بالتحضير، وكتير طيبة. هيدا الحلو اللي عملتها أنا وياكم، بتمنى يلي بيحضر الفيديو يعمل تعليق ويبعت إعجاب للصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.